واش السلام عليكم العائله كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير كتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في نهار جديد مرحبا بكم في فلوج جديد كتواجدوا في الدشيره كاين ديفيلي هذا الفلوج هذا غيكون فيه صداع ديال الراس صداع 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 ديال البصه خليكم معايا نشوفوا الاجواء اللي كاينه في وسط الدشيره بيسان دلو
بهذه الاجواء الشعبيه اقدر نسوي الفوق ديالنا لحقاش صوص ما تنساوش الخطوات الثلاث ابوني لايك كومونتير الا عندكم شي حاجه قولوها لنا في الكومونتير.